باسم عزوار. سيدي الرئيس، سيدي الوزير الأول، السادة الوزراء، زملائي، زميلاتي النواب، سواء أسرة الأعلام، السلام عليكم. الزول في اللون مقران. اليوم أنا هنا باش نناقشوا مشروع الحكومة وللمرة الثانية. بالنسبة لنا مشروع الحكومة هذا كجبهة المستقبل نتكلم، لأني نائب من هذا الحزب، نقولوا أنه مشروع الحكومة جاء بعدة أفكار. احنا حنناقشوا نقطتين اثنين. أول شيء راح نقوله في هذا السياق أنه هذا المشروع اللي تقدم لنا وعرضه علينا الوزير الأول ما عندوش ضوابط، ما هوش محدد بوقت وبمواعيد معينة. أنا كنت نتمنى أنه يعطينا مواعيد معينة باش نقدر وإحنا كيمشيوا عند الشعب نقول لهم في هذا الوقت بالضبط راح يتم المشروع الفلاني، وفي هذا الوقت راح نقدروا نقضيوا على كذا وكذا. هذا من جهة. من جهة ثانية، الفكرة تاع اللجوء إلى التمويل الغير تقليدي. بالنسبة لنا كجبهة المستقبل أنا نقول لازم نتريثوا ولازم نسمعوا لخبرائنا، نسمعوا للتقنيين تاعنا، لأنهم أكيد راهم يحوسوا على المصلحة تاع البلاد كما نحوسوا عليها احنا كنواب كشعب كأمة. إنه الجزائر هذه سفينة، إذا غرقت احنا غرقوا الكل، مش راح يقعد واحد يعيش في بلاد أخرى ومش واحد راح يقبلك في بلاد ثانية. لذلك نقولوا احنا هذه الفكرة الجديدة اللي جات احنا نقولوا ممكن نبتعدوا عن الاستدانة، لكن نشوفوا واش راح تجيب لنا. حتجيب لنا أمور أكثر وأكبر. الأمور اللي راح تجيبها لنا حتجيب لنا تضخم في المال، وإذا كان عندنا التضخم راح يكون الفقر، راح نلحقوا الأمور احنا في غنى عنها. إذا كان هكا احنا جبهة المستقبل أنا نقولوا كاينة حلول ثانية، كاينة أمور ثانية قادرين نمشيو بها. نمشيو مثلا بالفكرة هذه اللي دتها تركيا، علاه احنا نروحوا نمثلوا نفوسنا باليابان؟ علاه نمثلوا نفوسنا بأمريكا؟ احنا ماناش كيما هما، ماناش كيما إنجلترا. نشبههم في الاقتصاد؟ عندنا نفس العملة تاعهم؟ عندنا نفس التقنية تاعهم الأمور اللي يمشيوا بها؟ احنا عايشين في البيروقراطية. يعني كي نجيو باش نشبهوا برواحنا بدون نقدوا أن نمشيو كما هي. مثلا الفكرة التركية، واش دار الفكرة التركية؟ جاء حكم دار عملة جديدة، الناس تفرضت عليها اللي عندها رؤوس الأموال أنها تمشي تحط العملة تاعها وتغيرها. أنت البارح سيدي رئيس الوزراء قلت بلي 50% من أموال تاع الجزائر في السوق الموازية. اتخذ قرار شجاع، امشي سيدي الرئيس وقدم هذا، قول لهم راح نغير العملة. الناس تضطر أنها تجيك، تضطر أنها تحط أموالها في البنوك، وبهذه الطريقة احنا حنخرجوا من الأزمة. احنا نقولوا سيدي الرئيس تريثوا، جبهة المستقبل تقول لكم تريثوا، اسمعوا الخبراء. مازال قدامنا الوقت، والجزائر مازالت بخير، ورجالها والشعب نهار كي تعطيهم الحقيقة راح يمشي معاك. ما كانش يحب الجزائر، ما كانش يحب الجزائر غير الجزائريين، والمواطن البسيط هو اللي يحب الجزائر بل يعشق الجزائر. تفضلوا بين ولده وبينه يقول لك نائم نحب الجزائر. هذه بالنسبة لبرنامج الحكومة. أنا عندي 5 دقائق لازم نحكي على ولايتي، ولاية باتنا. راح نقول برنامجكم نعم جا فيه مجموعة من النقاط وانا نحييها، قلتوا بيري عندنا راح تمشيوا في كل المجالات. انا حاليا راح نتكلم على بعض المجالات. في برنامجكم تقولوا بيري الكهرباء راهي مغطية في الجزائر نسبة 99%. سيدي الوزير عذرا، اذا كانت في الجزائر مغطية 99% الكهرباء، واش معنى مش التاسة في راس العيون ماهيش مغطية؟ اذا كنا نقولوا المياه وتكلمنا على المياه وهي عنصر مهم يمشي بها شريان المجتمع، ماء الشروب، عندنا عدة أماكن ما فيهاش الماء. نذكرك على سبيل المثال الحصر، أسمومي، شعبة عمار، في ولاية سلام، عندنا كذلك بلدية مروانة كامل تعاني من هذا الشيء. عندنا ولاد حريزة في واد المالي عندهم 6 أشهر ما جاتهمش قطعة تاع ماء، مش بالعشر أيام، 6 أشهر ما تجيهمش قطعة تاع ماء. كذلك إذا تكلمنا على الغاز الطبيعي ونقولوا لحقنا النسبة الوطنية 50%، كيف لحقوا 50%؟ كاين بعض البلديات اللي لحد الآن مازالت 17% من ولاية سلام. هنشيا يفوت عليها بعيد عليها 10 أمتار. هذه هنشيا أمس في مرمانة ما عندهاش الغاز الطبيعي يفوت عليها 10 أمتار بيناتهم. نشيو عند الشعبة ما كانش، كندا في راس العيون الأماكن اللي نذكر فيها متأكدة من كلمتي وكل ما فيهاش الغاز الطبيعي اللي عاد الآن مستعمل وعاد واجب أنه يكون. حندور بسرعة عندنا الشباب، البارح تكلمتوا على عقود ما قبل التشغيل،
وخد ما يبقى بالسجن ما هيش حل، لانه حل مؤقت، والشاب ماهوش راح يقدر يعيش ب 800,000 وما يقدرش يتزوج ويخرج منها بالحياه الطبيعيه ب 18,100 و 15,100. نحكي لك للطوقات، احنا عاود نرجع للطوقات المهتريه، عندنا كل من شدي علي النمر، مروانه، عندنا اين حفصي في تلخمت، عندنا مناطق عديده، رانا نعانيو. اذا تكلمنا كذلك على الامور المجمده في بيتنا، عندنا المطار، المطار اهتموا به، اذا تكلمنا كذلك. شكرا السيدة بسمة عزوار، الكلمة الآن.